دي الحفله كانت جامده موت. على فكره يا شادي دي تعمل سنه نبقى فيها مع بعض، انت واخد بالك؟ كل سنه والمدد احلى وكتير. وانت احلى. ايه يا شله؟ نظام السنه دي جامد اخر حاجه. شفت البنات عامله ازاي؟ حاجات لسه بكيستها يا معلم. ايه النظام؟ كله في الامان يا مان. ظبطنا اتفقنا عليه ولا ايه؟ اخر تظبيط رايح. صباح الفل. ايه يا دوت مالكم؟ ايه في ايه؟ ايه يا اكاديميه؟ سمعت ان في صفقات جديده وطقم السنه دي. هتموتوا السنه دي يا ولاد، هشربكم حاجات ما شفتوهاش. عايزين نخربها السنه دي بقى شادي. ها؟ انا ما اتعودتش عليك كده، اساك فيا دايما. ايه ده؟ ايه اللوك الرهيب ده؟ ايه يا جوجو ما عرفتكيش؟ بجد يا شادي يعني عجبك؟ طبعا يا حبيبتي بالحضن طبعا. لا من غير احضان يا حبيبي. ايه ده؟ ايه الوش الوحش ده؟ هو ده النظام الجديد، عن اذنك يا شادي. نظام جديد عليك انت؟ عليك انت النظام ده؟ هايل. خبطت على بابك توك توك، فتحتي لي وخدتك ورايا على التوك توك ومشينا طريق طويل، وفجأة الدنيا بقت ضلام. اتزنقت عايز اخش الحمام. فجأة الدنيا بقت ضلام، اتزنقت عايز اخش الحمام. سبتك وجريت جريت جريت، خلصت وجيت جيت جيت. ايه هو اللي رحت وجيت؟ انت مين انت؟ وسيم الشاعر سنة رابعة وشاعر الكلية. حضرتك معانا في سنة أولى؟ لا. سنة تانية؟ لا. يبقى أكيد سنة تالتة. ولا رابعة. أمال حضرتك بتحبي إيه في الحفلة هنا؟ أنا الدكتورة بتاعت الحفلة. الأبلة؟ ما اسمهاش كده. سوري يا ميس. امشي يا رامي، امشي امشي. ايه؟ معلش اصل انا اول سنه ليا في الاكاديميه السنه دي. جت سعيد. اسمك ايه بقى؟ اول سنه وان شاء الله هتكون اخر سنه. ليه؟ شكلها سنه حلوه وجميله وعينيها عسل. مش هاله، مش هاله، قصدي يا دكتوره هاله، اوعى تكوني لسه زعلانه مني. لا يا حبيبي يا رجل. السنه دي. هو ده برضه دكتور معانا في الجامعة؟ لا تعالوا. يا أمور انت وهو نهدى شوية. وبعدين؟ انت كنت هتتخانق ولا ايه؟ لا يا حبيبتي يعني مع القمر ده كله. وتخلي قلبي دي برضه يعني. مش احنا مش هنبقى متخلفين يعني، دي اكاديميه. طبيعي ان احنا نشوف ناس نتعرف عليهم عادي يعني. ايه ده؟ دي الاكاديميه كلها هنا؟ الحفله شكلها اتجنن يا ملوكه. حلو قوي قوي. ايه ده؟ دي فاطمه واقفه هناك، تعالي نروح نسلم عليها. مش دي اللي قابلناها الصبح؟ يلا بينا. اوكي. بقولك ايه؟ حاسين؟ تروح نشرب حاجة أحسن. يلا بينا. أنا هموت من العطش. باي باي. باي باي. منور شكلها كده السنه دي معديه. هي شكلها سنه سودة فعلا. بقول لك ايه، هو الواد وسيم فين؟ اه ليه اهو يا ابني قاعد خليك زي كل سنه. اه يعني اخبار البنانيت ايه؟ في حاجات والله غير اهي. بص البنات دي
تعال تعال نروح على البار. اتفضل اتفضل ثانية واحدة. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اقعد انت اقعد خليك. ماشي يا عم وسيم. بقول لك ايه احنا هنعمل ايه مع الواد شادي ده؟ تعال بص انا هعمل لك فيه. سوري يا عم شادي. ايه يا حبيبي؟ مال الالوان عاملة كده ليه؟ يلا اروح فين اروح فين يا وسيم ابوس ايدك اطلع مفيش حد هنا يبقى توقعاتي ان احنا ندور فوق ورايا لسه لسه ايه ما شفتش حاجه يا عم شيل دي خلاص يلا بينا عرفوا مكاننا عرفوا مكاننا هيقفشونا طب يلا انا مش هتاخر هغير واجي لكم على طول اوكي ايه ده ايه ده مين دول استوري علينا الله يسترك هنترفض هنروح في داهيه بوس ايدي ما تبص ايدي ايه ده يا لهوي يا لهوي يا لهوي وقعت عليكي مسكت ايديكي ما تسيبيني كده شويه ربنا يخليك طوروا عليهم في كل حته يا لهوي لو مسكونه راحت علينا الاكاديميه يا جدعان ودي اخر سنه لينا وحياه ابوكي ما تسيبينا ابعد عني جاتك وكسه تاخدك اطمني يا اختي الوكسه جايه جايه منظور انتوا اللي جابكوا هنا ممنوع في شباب دخل من هنا ازاي ما حدش جه هنا خالص انا مش نايمه اصلا انا يا منظور ما بنامش من الفكر ممكن نفتش غرف البنات اتفضلوا بس بهدوء لو سمحتوا مش عايزه فوق نفسي افضل كده نايمه على نفسي اتفضلوا معايا بس بهدوء هو كمين ولا ايه حمش تعالوا احنا لازم نبلغ الامن انا هقول له وحياه ابوك انت شكلك طيبه قوي طب ابوس راسك دي اخر فرصه لينا ما تفكروا هنعمل ايه دلوقتي احنا هنسلمكم عشان تحرموا تعملوا كده تاني
خلاص براحتكم، احنا نسلم نفسنا ويبقى ذنبنا في رقبتكم. انا مش هسلم نفسي، انا هرمي نفسي من البلكونه واقول ان انتوا السبب. يا اخي اقعد، احنا ناقصينا. مريم ملك، ردوا عليهم بقى يا جماعه، حرام. ده انت طلعت طيبه قوي. هنستخبى فين؟ استنى انا طويل. خش يا طويل. هما كفوا جوه الدولاب، اخش انا فين دلوقتي؟ انت قلبي الغلط تحت السرير بسرعه. مش هكفي تحت السرير، مش هكفي. ارجد ارجد هنا يلا. ليتني كنت ارفع من هذا، كنت قدرت استخبى في ازازه. اوعي كتير قوي ده. طيب طيب حاضر. مستعجل على ايه؟ ايه ده انتوا ما بتفتحوش بسرعه ليه؟ هما فين؟ هما مين حضرتك؟ انا مش عارفه تتكلم على ايه. اللي عملتوه ده ازعاج. انا اسف، لكن توقعاتي بتقول ان الغرف كلها لازم تتفتش. دي دواعي امنيه مختلفه. في ثلاث شباب دخلوا هنا يا بنات. فين؟ ايوه ايوه، فيهم واحد تخين ونفسه هيتقطع. ايوه ده مش وقته، مش وقته اللي بتقوليه ده يا مريم خالص. ده وقته هزار. هو فعلا كان في واحد طويل قوي ومعاه اتنين كمان. بالظبط كده. يعني انتوا شفتوهم؟ فين الشباب؟ فين البنات؟ هتسلمنا مستقبلنا راح في الزباله. في الزباله. استنوا 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 استنوا، ايه الصوت ده بقى؟ ايه دي؟ مريم مريم، مش وقته هزار. يلا يلا تصبحوا على خير. مش قلت لك مفيش حد هنا؟ انا توقعاتي ان انا انصرف. ابقوا تقالوا، الدنيا بارد. اتفضلوا. احنا اسفين جدا، انا عارف ان احنا شكلنا وحش قوي قدامكم. بجد احنا مش هننسى لكم الموقف ده ابدا. انتوا بجد اخر حاجه في الجدعنه. عايز اخرج من هنا اشم هوا. اتخنقت. بقول لك ايه، يلا نخرج من هنا كده. خطر عليكم. انا هنزل ازاي؟ جمد قلبك ولا عايزنا نقعد هنا للصبح؟ ايه اللي انتوا هتعملوه ده؟ على فكره احنا ساعدناكم لوجه الله، بس احنا بقى مش عايزين نعرفكم تاني. انا مش فاهم انت مش طايقانا ليه كده. اتفضلوا بقى لو سمحتوا، احنا مش جايين هنا نهرج. يلا ما يلا يا عم نور، انت خايف ولا ايه؟ وانت يا عم وسيم ما تبقى راجل كده. انتوا الاول. طب الحاج خير. هو في ايه؟ بقول لك ايه، ما تقوم من هنا يا عم وانا قاعد في ملكك. ايه يا صخر، حصل ايه دلوقتي؟ دكتوره هاله هي اللي هتديكم اللغه والفلسفه، زائد انها وكيله الاكاديميه. هو انت ايه يا شادي اللي انت عامله ده؟ ما تقعد كويس زي بقيه الطلبه. تتجننت يا بنتي؟ هو شادي اكاديميه زي بقيه الطلبه دول؟ انا مش عاوز لا صوت ولا نفس، واللي مش عاجبه كلامي يتفضل يطلع بره. وانت يا شادي تعدل وقعد مكانك. خلي بالك السنه دي اخر فرصه ليك عشان عدد مرات الرسوب. محدش هينفعك يا شادي. ده احنا هنشوف ايام سودة. اثبت بقى وخليك جامد. يلا بالتوفيق. ميرسي يا دكتور. متهيألي احنا كده تعرفنا. انا بحب الاحترام والشغل، واللي هيستظرف مش هيعاقب غير بالحرمان من المادة. يا ريت نبتدي مع بعض باحترام عشان نكسب بعض. اطلع بره. انا معلش المره دي بس عشان مخنوقه شويه. على فكره انا بحب الهزار، بس لازم نشتغل الاول. اوكي ولا يهمك يا معلم. بص انا عندي حد بيجيب صنف جامد قوي، بس للاسف بيجيب كميه كبيره. يعني اجرب الاستاف الاول، انت عارف انا اللي بشيل الليله.
اوكي يا معلم جرب ومش هتندم. بقول لك ايه يا عم نور، روح لها دلوقتي، هي دي اللحظه صدقني. هو ايه النظام؟ مفيش نظام. لا بقى ده شكله معجب بيكي، بيبص عليكي قوي كمان. يلا يلا. لا لا. ايه ده؟ انا جاي هنا عشان ادرس مش عشان احب. ماشي خلوا بالكم علشان دكتوره هنا جنبنا جايه. هلو جيرلز، ازي حضرتك يا دكتور؟ ابقوا وطوا صوتكم شويه لان صوتكم عالي قوي، وبعدين الحاجات دي تتكلموا فيها في الاوض صح؟ حضرتك سمعتيني يا دكتور؟ بس على فكره انا مبسوطه منك، انت طلعتي بنت جدعه. قول لهم بقى. بس دي احرجته قوي، حضرتك ما شفتيش بصيت له ازاي؟ هي واضحه وصريحه وده ما يزعلش، الولاد بتحترم الطريقه دي اكتر. اوكي؟ اوكي. طب ممكن يا دكتور طبعا بعد اذن حضرتك يبقى نيجي نقعد معاكي شويه في المكتب؟ طبعا اني تايم. خلاص هنزل. ها نور هي فين دلوقتي؟ ها فين؟ قول له الازازه في البزازه والنعامه في الطاووس وهمام في امستردام. اهي داخله اهي على الاوضه استقبل. شفتها يا علي ولا لسه؟ اه بس خلاص شايفها شايفها اهي. انا دلوقتي مش شايف حاجه، اتحكم من عندك انت. اه سيبني انا العب بقى. خلي حماده يلعب. جول. الورد المصري بيمسي على اجمل ورده عربيه. علي عمر مجنون بس لذيذ. العب فوق العب. يا لهوي يا نور، لو كنت شفت فاطمه لما شافت الورده. ورده ايه؟ انا كنت معاك يا ابني. انت كنت معانا؟ اه. انت يا ابني كنت على الناحيه التانيه، انت هتجنني. الورقه دي هتجنني، كل ما اقطعها الاقيها رجعت تاني. بص يا ابني انت وهو، العربيه دي بتاعتي انا لوحدي، محدش فيكوا هيستعملها غيري. ها وانت يا عم انت هتذلنا ولا ايه؟ خش يا عم حته كده. شفت مالك كانت مكسوفه ازاي لما كنت عايز اكلمها؟ بس انا ما كانش عندي الجرأه ان اكلمها. ولا هيجيلك الجراحه تكلمها، حتى لو جاتلك هتطرقع لك. واسمع يا ابن ادم كلام وسيم، تعيش طول عمرك خبيث لئيم. ماشي يا عم يا بتاع العربية، بقول لك ايه؟ خد دول اقراهم وقطعهم. ليه؟ بعمل ورق عنب؟ مين اللي فوق؟ مين اللي فوق؟ وفين اللي تحت؟ بقول لك ايه يا بطل؟ ما تحكي لنا عن نفسك شوية. أنا وحيدة أبويا، بس مش متدلعة قوي يعني. بس عارفة هو بيحبني قد إيه، وأنا كمان بحبه. بس المشكلة اللي بينا ان هو عايزني اتجوز صخر ابن عمي، وانا مش عاوزة اتجوز صخر، ما بحبوش. مش ما بحبوش يعني، بحبه بس بحبه زي اخويا. وبيني وبينكم الحكاية دي مش في دماغي خالص، كل اللي في دماغي اني اسافر فرنسا واخد الدكتوراه. هو ده حلمي اللي بجد. طب وانتوا بقى احكوا لي حاجة. قولي انت يا مريم. انا بقى يا ستي حالي زيكم بالظبط، جيت هنا الاكاديمية عشان اكمل بقية دراستي. نفسي قوي اكون مذيعة مشهورة واشتغل في قناة فضائية كبيرة، بعيد طبعا عن الحصار اللي اهلي عاملينه عليا. لازم يكون ليا راي مستقل وشخصيه طبعا قويه. طب وانت يا ملك؟ انا كنت في كليه تجاره، سبتها وانا في سنه تانية عشان ما كنتش بحب الارقام، ما اعرفش ليه. مره واحده بابا تعب قوي، لقيت نفسي مسؤوله عن الشركه، كانت شركه دعايه. قلت اجي اكمل دراستي هنا عشان اقدر ادير الشركه كويس في نفس الوقت اخليه مبسوط. برافو عليك. انا بصراحه كده عايزه انام. انتوا هتطلعوا تناموا في اوضتكم ولا هتناموا هنا معايا؟
وحصول الأكاديمية على جائزة الأيزو لدراسة الميديا بيرجع لكفاءة الطلبة وللمستوى الرفيع للتعليم ولزملائكم الخريجين اللي مشرفينا في كل المحطات الفضائية والمجلات والصحف العربية والعالمية. وجايلنا منح تدريبية لأحسن مجموعة هتقوم بأعمال وفعاليات المؤتمرات الدولية، وخصوصا المؤتمر اللي جاي لأنه السوق العربية المشترك. على فكرة يا جماعة، جاي معاهم نخبة كبيرة جدا من رجال الاقتصاد والمال في الشرق الأوسط. على فكرة أنا حاطة الموضوع ده ضمن العمل بتاعي. ثواني يا جماعة، هدوء لو سمحتم. ثواني اسمعوني، احنا عندنا برنامج شامل فيه رياضة وفيه ترفيه وفيه دراسات عملية. وقبل ما نمشي مش عايزة افكركم، مش عايزة مشاكل مع بعض، وخصوصا في موضوع مجلة الأكاديمية. بالتوفيق. تقدروا تتفضلوا على محاضرتك. يلا بينا. مش عايزة اروح، انا قاعدة مع ملك شوية. بقولك ايه يا عم صخر، ما تيجي معانا نروش بدل ما انت قاعد لوحدك كده، وبالمره نتعرف. وانت مين قالك ان انا عايز اعرفك انت ولا اللي معاك؟ صدق انت واد مش جدع. يلا يا ابن غور، انت واد من هنا، يلا بينا نمشي. ايه اللي تزوق اللي انت فيها دي؟ قلت لك مليون مره مالكش دعوه بيا. الله، عموما هتصل بعم واقول له على كل حاجه. براحتك. يا عم لا عمي ولا عمك، يلا بينا يا جدعان. سوري انا رايحه على الاوضه. احبك بالبرتقاني يا مفرقع لي وداني. ايه يا شباب، كهربا زي ده ولا ايه؟ انا شامم ريحه شياط. معلش يا صخر، هم العيال دول كده انا عارفهم، اول ما اشوف واحده هيفضلوا وراها وراها لحد ما اشوطوها. تقطيع ده بقى سيبهولي انا. يا عم اشهر انت بس واحنا نروقهم لك. جرب كده يا عم، انا دمي بيتحرق من الشله دي، انا على اخري. بقول لك ايه، احنا مش ناقصين، خلي السنه دي تعدي على خير وبعد كده نبقى نروق للعيال دي بقى ونروقهم. انا بقول ان احنا نروح ونشرب حاجه سخنه وبعد كده نتعشى وننام. يلا بينا من هنا. طيب اتفضل. مشكله ها؟ شكلك في مشكله. في مشكله. ايوه انا عايز يعني اتفضل. يعني عايز ايوه عاوز ايه؟ عندك مشكله؟ ايوه عايز اعترف لك ان معجب بيكي. حضرتك مش شايف انها غريبه شويه انك تقول للدكتوره بتاعتك انك معجب بيها؟ لا حضرتك شنتيني غلط. طيب ممكن تفهمني الصح؟ انا معجب بحضرتك عشان شخطت في جاته وشلته. حضرتك الوحيده اللي قدرت توافق دومه في الكليه دي. عموما وانا كمان معجبه بيك جدا، واي وقت تحتاجني فيه انا موجوده هنا في المكتب. ميرسي. حاضر. ايه اخبارك؟ كويس. انا يعجبني اللي زيك كده، دمه حامي، ما يهمكش منهم، دي عيال كتيانه. وما تقلقش خالص، هتلاقينا معاك في اي حاجه. انت بس حط الفيشه هتلاقي العيال دي وقفت على طول. لو عايز نروقهم ونجر شكلهم، وانت بقى عارف الباقي. جبل انت قلبك بس يا ده صخر، مالكش دعوه. ايه يا ابني انت مش تفتح؟ انت هتضرب ولا ايه؟ طب كويس، اديك عارف ان انا بضرب. بس انا بقى ما بخافش من حاجه. تخافش من حاجه؟ طب يلا يلا يلا. علي علي. شادي ده معجون بميه عفاريت، الشيطان مدلعه. ايه؟ هتخلي بنت عمك تقعد معاهم في الشله؟ خليها تيجي تقعد معانا هنا. انا بقول كده برضو عشان يعني ما يبقاش شكلك وحش. لو سمحتي قومي معايا. قلت لك ألف مرة مالكش دعوة بيا. وطي صوتك. على إذنك. بس سيبك. سيبك بقى. مش ممكن. خدي معاكي. استني.
اهم اكتشاف في القرن اللي فات هو اكتشاف كارتر لمقبره توت عنخ امون سنه 1922. خلي بالك. ايه يا باسم؟ هرسك يا معلم. قوم يا شادي. وانت كمان يا باسم، وانت يا سامح، قوم. في حاجه يا دكتور؟ بصراحه دكتور مش عارفين نركز خالص. بره الكلاس. لو اتكرر منكم الكلام ده تاني مش هتحضروا السكشن ده لغايه اخر السنه. مفهوم؟ يلا تضربوا. والله العظيم احسن. هوري يا شيخه هوري. لا سوداني سوداني يعني. طب هات لنا بجنيه. ايه؟ ما هستنى تكملوا ضحك كده وبعدين ابتدي شرح. لا احنا اسفين يا دكتور، خلصت حضرتك اتفضل. تعرفوا يا اولاد الفرق بين جيلنا وجيلكم ايه؟ او بين زمان ودلوقتي ايه؟ انكم عندكم كل الفرص والدنيا مفتوحه لكم. اما احنا الفرصه بالنسبه لنا دي كانت صدفه او ضربه حظ. برغم كل ده كنا بنحاول وبنجتهد عشان نحقق نفسنا. طبعا الكلام ده بالنسبه لكم ولا حاجه. يلا. لا خلاص اول ما جعلت. اولا انا اسف على اللي حصل يوم الحفله، يعني انا بصراحه كنت فاكرك طالبه، بس لما عرفت انك دكتوره زعلت قوي. بس دي غاليه قوي، دي براند. ما تغلاش عليكي، دي حاجه بسيطه قوي. انا لو اعتبرت دي رشوه هوديك في 60 مصيبه. مش عايزه اشوفك غير جوه السكشن. اوكي. يا نور يا نور. ايه ده يا ابني؟ ايه الظلام الدامس اللي انت قاعد فيه ده؟ يا نور نور نور، مالك يا ابني متنح كده ليه؟ عايز ايه يا ابني؟ للدرجه دي بتفكر فيها؟ ايه يا ابني؟ ايه يا حبيبي؟ يا عم اتخضيت عليك. بقول لك ايه، لقيت لك فكره جامده قوي. انت طلعت بجد حد جميل قوي. حد جميل؟ وانت حد فظيع. اوعى. ملك يا علي مسيطرة على كل تفكيري. مش عارف اعمل ايه. عندي يا باشا. بص بقى الخطة دي. بص يا سيدي. ده ايه ده؟ يا سلام يا شوكة. ايه؟ اوكي. هما بيجوا كل يوم من هنا. تمام. واحنا هنجيلهم من هنا. فهنتقابل فين؟ هنا اكيد طبعا. هنا؟ وانت بقى متاكد ان هم بيجوا من هنا؟ باريس، صباح يوم 1/3/2005. صحيت من النوم على سلمى بنتي بتشد شعري. النهارده تمت شعري. وحشتوني قوي يا ولاد. رنا
مش متخيلة حياتي بعيدة عنكم. يا ترى هشوفكوا تاني امتى؟ بحبكوا قوي قوي. يا بنات انا طهقانه وزهقانه ومخنوقه ومش طايقه نفسي. طهقانه من ايه يا بنتي؟ احنا مش لسه جايين من بره؟ اهمدي بقى. سيبك منها، في صرصار في دماغها. طيب انا بقى هوريك الصرصار اللي في دماغي. يا جماعه انا هرقص وانتوا بقى ترقصوا معايا. عارف يا شادي انت بتبص على ايه؟ ايه؟ مش طلبه جديده ولازم اشيك عليهم؟ وما انا بقى شادي اكاديميه ازاي؟ اه طبعا انت هتقولي. طب اسمعني بقى عشان في كلام كتير عايزه اتكلم معاك فيه ومش عارفه. قولي قولي، ما انت بقالك 8 سنين بتقولي نفس الكلام، نفسي اسمع حاجه واحده جديده. طب اسمع بقى الجديد يا شادي. انا بقى ما عنديش استعداد السنه دي اضيع مستقبلي واسقط تاني بسببك، ودي بالنسبه لك اخر فرصه. اخر فرصه؟ اه. يعني انت عايز تنجح السنه دي؟ يعني هتتخرجي وتلبسي باريه وبتاع واحتفالات؟ بصي بقى الساعه 2 بالظبط في محاضره بتاعت الدكتوره هاله، اطلعي يمكن ربنا يكرمك. انت ايه مش مكسوف من نفسك؟ ما تبص حواليك يا شادي وشوف العيال اللي عماله تتخرج وانت محلك سر. امتى بقى هتفوق؟ ياه نفس صوت امي وهي بتصحيني كل يوم الصبح يوم المدرسه. صوت ماما نفس التون. يا ربي ده ايه ده بقى كده؟ طب تصدق بقى ان انا غلطانه اني بضيع وقت معاك. انا هطلع احضر المحاضره. يا ريت. واكتبي لي ملخصات معاكي. اوكي يلا باي. هي سنة حلوة من أولها بينها. إيه ده لقيتها أهي؟ يا مين دي؟ هتكون مين؟ ملك ملوكة كاتبة نفسها ملك ملوكة. احلف والله. طب اعمل لها آد بسرعة. أنا مستنيك تقول لي يعني. ما أنا هعمل لها آد طبعًا. شايفين؟ عامل لي آد. إيه ده؟ وريني كده؟ مش كنسله. إيه ده هو ما بيضايقش خالص ده؟ ليه عملتي كده؟ ما كنت استني نشوف هيعمل إيه؟ مش عارفة. أنا مش عايزة أحتك بأي حد. هعتبر نفسي في الجيش، عندي مهمة وهتخلص، ماشي ولا مش ماشي؟ ناقص كمان نضرب لك تعظيم سلام أول ما نشوفك. ليه يا ملك؟ ده شكله مهتم بيكي بجد. هي بتبقى في الأول كده. بتبدأ باهتمام، بعدين شوية حنان، وبعدين شوية كل حاجة فيها حب. بعدين تعالي قابليني. أنا بقى ما أقدرش أعيش من غير ناس، ما أقدرش. مش كفايه في البلد اهلي حابسيني وما بشوفش حتى خالص؟ مش عارفه. انا عمري ما كان عندي اصحاب ولاد، كانوا اهلي دايما بيرفضوا الموضوع ده تماما، ومدرستي كانت مدرسه بنات بس. ما كنتش حاسه ان في حاجه ناقصاني، بس لما جيت الاكاديميه هنا ولقيت الولاد والبنات بيتعاملوا مع بعض عادي خالص بزماله وصداقه، حسيت بجد ان انا نفسي يبقى ليا صديق، وشايفه ان علي هو اكتر واحد ممكن يبقى الصديق ده. صديق؟ يلا يلا نصحى بكره بدري. يلا بينا. بصوا بقى الرحله دي انا طلع عيني في توضيبها، ظبطتها لكم اخر حاجه، مالكوش حاجه يعني. ايه يا عم جاب؟ طبعا احنا طالعين طالعين. يا جماعه دي بتبقى عامله زي رحلات المدارس، اتنين جنب بعض يبدلوا سندوتشات. ياه ده هتبقى تحفه، دي هتبقى حلوه قوي. بقول لك ايه يا عم شادي؟ احنا نطلع مع بعض ونجيب حاجتنا معانا ونظبط نفسنا في الخباثة. هو ده الكلام. عارفة يا فاطمة؟ ساعات الواحد كده يشوف ناس من أول مرة يحس إنه عايز يتكلم معاهم، والصراحة يعني أنت واحدة منهم. ميرسي يا علي. أنا ظروفي صعبة. بابا صعب قوي. وابن عمي زي ما أنت شايف ما بيسيبنيش ثانية، كأنه حارس عليا. مش هينفع. مش كل حاجة الواحد عايزها بيعرف يحققها. بس على الأقل الواحد ممكن يعيش ويحسه يعني. طب وبعدين؟ إيه الفايدة؟
اكيد بتهزري يعني. بتكلم بجد والله العظيم. نور نور عايز اروح. استنى عايز اروح. استنى تقول ايه؟ اه وبعدين انا صدقت لقيت حد زي نفس دماغه. وبعدين انت عايزه تفهميني سوري يعني انك انت مش فارقه معاكي يعني؟ لا بالعكس فارقه معايا. الحب حاجه حلوه بس انا قدامي حاجات كتيره قوي بصراحه. الحب بيعطل وساعات كتير بيشل، وانا ورايا مليون مسؤوليه مليون مسؤوليه، خصوصا بعد وفاه ابويا الله يرحمه. مش مقتنع قوي بس اكيد في سبب تاني. ايه هو بقى؟ مصمم يعني؟ اه مصمم. ماشي. هو فين؟ هو فين؟ شايف ده؟ ايه دي؟ ده قلبي. لما كنت بحب حد وفشلت في خطوبتي قررت ان انا اقفله خالص. انا مش عايزه اضعف. لما بحب بتهمل. انت ليه عايز تعمل فيا كده؟ لو سمحت في حالي احسن. بصي انا اول مره شفتك فيها في الويلكم بارتي شدتيني قوي، مع ان انا مش اي حد شدني. ها انا برضو نور برضو. ممكن لو سمعت تبطل الكلام ده. بصي يا نور برضو انا لو طلبت منك حاجه تنفذها لي. ده انت لو قلتي لي اي حاجه دلوقتي انا ممكن اعملها. اي حاجه اي حاجه. اي حاجه اي حاجه. نور ممكن نبقى اصحاب؟ خليها بظروفها. حلوه كده لعبه حلوه كده ولذيذه لذيذه. هنلعب ايه؟ هنلعب فين باطن يا حبيبي. جاهزين؟ جاهزين. يلا يلا يا نور اسال بقى مساله. لا انا ماليش دعوه باللعبه دي، انا قاعده معاكم كده وخلاص بشجعكم. لا لا يا دكتور تترجعي في كلامك ولا احنا ما اتفقناش على كده؟ والنبي يلا العبي معانا. يلا لا يا دكتور عايزين نسالك شويه اسئله عن حياتك. لا ده احنا كده هنقعد لغايه الصبح. خلينا نسال سؤال بعيني. هو حضرتك يعني ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي؟ انا اتجوزت وخلفت. بجد؟ طب هما فين؟ وليه مش لابسه دبله؟ ايه يا جماعه على فكره انا مش لازم اقول. الله ايه يا دكتوره احنا مش اصحاب برضو ما تحكي لنا يعني. قول يا دكتور خليك شجاعه. يلا يا دكتوره ارجوك يلا بقى. ماشي اسمعوا بقى. أنا كنت بحب واحد مش مصري وسافرت معاه باريس واتجوزنا هناك وخدت الدكتوراه كمان من هناك وخلفت ولد وبنت وبعدين اختلفنا فسابني، ولأن طبعا أنا هناك مش في بلدي وعربية وهو هناك في بلده فقدر يمشيني من البلد ويخليني اقدر اشوف ولادي اسبوع واحد في السنه. ايه يا وسيم؟ اسفين قوي. تعالي معايا يا فاطمه انا عايز اوريكي حاجه، عندي مفاجاه. مفاجاه ايه؟ هتبقى مفاجاه ازاي يعني؟ تعالي بس. وسيم
كل دي مخدرات موجودة في الكامب؟ أنا مش مصدقة. كفاية كده أنا طيب. شوفوا يا جماعة، يا جماعة أنا مظبط لكم شوية أكل شامي آخر حاجة. يا عم ده واجب علينا إحنا، أول ما نرجع مصر ليك عندي أحلى واجب. تظبيط شكله بدع على فكرة. تظبيط إيه اللي أنتوا بتتكلموا عليه ده؟ آه، ما الليلة بقى دلوقتي هتبدأ تحلو وكل واحد ياخد الموزة بتاعته ويختفي. مش علينا بقى، مش علينا عشان يسمعك. هو في إيه يا جدعان؟ بتتكلموا عليه بالظبط؟ إيه ده بس يا معلم، مفيش حاجة، إيه ده؟ احلى يوم في حياتي، انا انبسطت بجد. لا والله ما تتصورش يا صاحبي، انت لحد كده وجيت تقفلك معايا؟ انت ايه ده؟ انت اتجننت؟ طبعا اتجننت، ما انت ما حدش عارف يلمك. لا انت اتجننت فعلا. هي دي الرجوله يا ذكر؟ بس صخ بس هنا سيبه، هو اللي يغلط. ما لكش دعوه هنا، سيبه هو اللي يغلط. انا عايز ابقى نجمه غلاف مجله، موديل اعلانات، ممثله. وانا كمان نفسي ابقى نجمه اعلانات. بلاش كلام فارغ، ركزوا في دراستكم احسن. على فكره انت الوحيده فيهم اللي تنفعي بطله في الاعلانات. طب انت عارفه لو انا رئيس تحرير مجله الاكاديميه دي كنت حطيت صورتك على الغلاف. يا سلام، بلاش مجامله. مجامله ايه؟ انت مش حاسه بنفسك ولا ايه؟ ما تقولها حاجه بس. صخر، انا شايفه ان انت بتغير على بنت عمك قوي وكده مش كويس. امال عايزاني اعمل ايه دكتوره؟
اكتر حاجه ممكن تدمر الحب احساس الست انها في سجن. صدقني دي نصيحه، الست بتحب المسايسه، ممكن تكسبها بالكلمه الحلوه. انت فاهمني يا صخر؟ عن اذنك. شفت حضرتك كلامه عامل ازاي؟ ولا يهمك، هو اللي خسران. لو الست فعلا ملهاش وجود في المجتمع ما كناش هنسمع عن هدى شعراوي، ام كلثوم، صفيه زغلول. بعد اذنك يا دكتوره، احنا كنا جايين نطمن على فطومه. فطومه كويسه وزي الفل، اتفضلي. ميرسي. قوي قلبك كده، مالك وشك اصفر وعينيكي زايغه كده ليه؟ ها مالك؟ حاضر يا بابا، بس ده علم حضرتك، لو صخر ده هيكون اخر راجل في الدنيا انا برضو مش هتجوزه. حاضر. ما تزعليش نفسك، ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. غصب عني يعز على فراقكم. هتوحشيني يا فاطمه، فعلا الفراق ده حاجه صعبه قوي. مش عارفه اقول لك ايه. ما تزعليش، انا بجد عمري ما تخيلت ان كل دوت ممكن يحصل. ما تزعليش يا فاطمه، خايفه ما ارجعش مصر تاني. ليه بس التشاؤم ده؟ حاسه ان ابويا مش هيرضى يخليني اجي اكمل الامتحانات. اكيد مش توصل للدرجه دي، انا حاسس ان ان شاء الله هترجع لنا تاني. خلي المصحف ده معاكي عشان ترجعي لي بالسلامه. تحبي تقومي ترقصي على المزيكا دي؟ بس انا ما بعرفش ارقص. وانا اللي بعرف. وبعدين معاك يا شادي، انا خلاص زهقت، كل شويه شله شله، نفسي مره واحده بس نقعد انا وانت لوحدنا. يا حبيبتي سهره لسه في اولها، والكلام هيحلو يا جوجو. خلاص خليك انت بقى براحتك معاهم وانا همشي. اقعدي بقى، بطلي النكد بتاعك ده. نكد يا شادي؟ عشان عايز اقعد انا وانت لوحدنا براحتنا يبقى نكد؟ انت لو تبطلي بس اسلوب الغيره بتاعك ده كل اللي انت عايزاه هيحصل. نزل ايدك جد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ نزل ايدك، صدق انك واطي. ايه يا جاد اللي انت بتعمله ده؟ صدق انت طلعت زباله قوي. زباله؟ ايه اللي انت بتحببه ده يا استاذ؟ دي حركات مرجله. ما تخافيش يا مريم، تعالي معايا. قلت لك من الاول ما سمعتيش كلامي. انا اسفه، بس اختك راجل محدش قادر يضحك عليها ابدا. معلش معلش، ما قعدتيش قبل كده. معلش فاطمه، ازيك؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انت وحشتيني جدا. وانت كمان يا علي وحشتني، والبنات البنات وحشوني قوي، والنبي سلم عليهم كتير. اهم حاجه عندي ان انا اسمع صوتك واطمن عليك. ما تقلقش انا هكلمك على طول. بس بقولك قبل ما اقفل عايز اقولك على مفاجاه كده. خمن انت. الاسبوع الجاي هاجي، انا اتكلمت مع بابا وافق اني ارجع. اه والله، بس ما تقولش لحد بقى. ماشي يا علي، باي باي. لا بس حلوه فكره السبعه ده قوي. عندك عربيه بقى تخش بيها ولا اسلفك؟ يا ابني ده انا جايب عربيه اخر حاجه. طب ما تديني لفه يا عم، اللي هو يعني ما بيظهرش على حد. لا بيظهر بس بعد السبعه. على فكره الواد ده جدع قوي، ما تيجي نجيبه يسهر معانا في اليخت بتاعك. ما تيجي تسهر معانا النهارده؟ احلى جو يا معلم، وتدعي بقى لشادي اكاديميه اللي مظبطنا كلنا. زبانه يا سامح، وظبط لنا الجو ها عشان دماغ صخر. طب يا جماعه اطلع اصطاد انا بقى، والسي فود والمز عندي. ها الواد ده طيب قوي بس صايع قوي. Thank you.
وانا دمي اتشفط، انت دايخ على ايه؟ مش احنا اصحاب يا عم وسيم، لازم نحس ببعض. الو بنك الدم، عندنا واحد لقطه هنا يا مغفل. والله مش عارف اقول لك يا وسيم، متشكر جدا يا عم. مفيش حاجه، بس انا اللي ياخد دمي يقول لي يا عمي. ماشي يا عمي. انت عارف ان لولا فصيله دمك زي فصيله دم وسيم كان زمانك موت دلوقتي. يا جماعه مفيش داعي للاحراج، عمي طول الوقت ها. يا جماعه والله كنت فاهمكم غلط، ما كنتش اعرف ان انتوا جدعان قوي كده. بس يا اخي كنت زمان انا اللي واخد الكاس. سوري يا صخر. بس انت اهم الصراحه برضه يا عم صاحبي. بس يا جماعه انا متاكد ان في حد كان مخرب لي السياره بتاعتي. يا عم المهم ربنا كتب لك عمر جديد. شاكرين يا سيدي. الصحافة في أوروبا اتعرفت في القرن السبعتاشر، حد يعرف يقول لي اتعرفت في مصر القرن الكام؟ قول يا ملك. القرن التسعتاشر. برافو يا ملك. طب حد يقدر يقول لي اتطورت في ايه؟ قول يا فاطمة. التقنية والطباعة. صح يا فاطمة. أهلا يا دكتور، اتفضل. أهلا دكتورة. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. هنختار منكم مجموعة عشان المؤتمر، والمجموعة دي هتكون من المتميزين، لأن المؤتمر ده هيكون موجود فيه مجموعة كبيرة من الشخصيات الاقتصادية الإعلامية في الوطن العربي، وعايزكم تشرفونا. شكرا. شكرا يا دكتور. انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان المجموعة المتميزة اللي هيختاروها هيبقى عندها فرصة كبيرة جدا انها تحصل على تقديرات عالية. جود لك. وعايزة اوصيكم على حاجة واحدة، الالتزام. المهم كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول نروح بقى. متضحكش ليه؟ ايوه يا ابني في ايه؟ سيبها يا باشا، تعالى بسرعه معاك الامن فل. اجي على فين؟ شوف الكنترول، تعالى على سكن علي. طيب انا جاي على طول. ايه ده؟ وسيم فين؟ لا ايه يا عم فرق معايا؟ حاضر. ايه ايه مين؟ مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا استاذ؟ يا باشا اؤمر يا حبيبي. قول لي طيب بتدور على ايه طيب؟ اؤمر يا استاذي. قول لي في ايه؟ ظرف ايه؟ ايه ده؟ يا عم اوعى بس. ايه ده؟ انا حراميه ولا ايه؟ يا عم انا حرامي. كلم وسيم يا نور، كلم وسيم. يا جماعه انتوا اولاد ناس وناجحين ومتفوقين، ليه عملتوا كده؟ والله يا دكتور ما عملنا حاجه، وبعدين بقالنا ست ساعات محبوسين في اوضه الامن، وعمرنا ما سرقنا حاجة ولا عملنا أي حاجة من دي. عموما مجلس إدارة الأكاديمية هيجتمع، لو عندكم أي حاجة تثبت براءتكم يا ريت تقولوها لي دلوقتي قبل ما يبتدي التحقيق. ده كمين اتنصب لنا. أنا وأنت عارفين كويس أوي إن الولاد دول مالهمش علاقة بأي حاجة، إحنا لازم نوصل للحقيقة. يا دكتور أكيد حد غيرنا إحنا اللي عمل كده. طب اتفضلوا دلوقتي، خدوا مأذنهم. اتفضلوا قدامي يلا. لازم الإجراءات تمشي بطريقة رسمية. صدقيني أنا فعلاً متعاطف مع الأولاد دول، بس في الآخر أنا مدير الأكاديمية، يعني موقفي صعب. أيوة بس لو حسسناهم إننا بنثق فيهم على الأقل هيحسوا بالأمان. عندك حق. ما تفهموني يا جماعة هنعمل إيه؟ أنا شايف إن إحنا نثبت الأمن وعلي يروح يجيب كلمتين من العيال. صح كده. بقول لك إيه يا نور؟ إديني تليفونك بقى. يلا يا ابني اهو. حاضر حاضر بالراحه حاضر. مش قلت لك ما تقولش اللي انا قلت لك عليه كده عشان ما حدش يعرفه؟ ايه ده يا ابني انت؟ الوضع غلط. لا يا حبيبي ايه اللي انا عايزه؟ لا ما تقولش اللي انت عايزه. لا يا حبيبي انا اقول الكلام. لا يا حبيبي انت ما تعرفنيش. انا اقول ايه؟ انت عايز تقول الكلام اللي انت عايز تقوله؟ ايوه عايز اقوله. خلاص قول الكلام اللي انت عايز تقوله عشان تحبيبي. انت حبيبي انت كمان. انت حبيبي والله. وانت حبيبي كمان. هو التالت معاكم فين؟ التالت اللي معايا؟ ايوه ده جاي كده. بقول لك ايه يا عم شاهد، دي اخر سنه لينا ونعديها على خير يا جدعان. نعديها على خير يعني ايه؟ ما تجيب من الاخر.
انا عايز مساعدة شادي يا سيدي. يساعدك في ايه يعني؟ بقول لك ايه يا عم جاد، ما تخليك محضر خير كده يا اخي. خلاص يا عم شادي هيسامح. قلت ايه يا سي شادي؟ ماشي المره دي سامح، بس لو حاولت تلعب الدنيئة حدوسك يا علي. لا 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 انا حرمت يا معلم. ماشي في الحاله دي بقى نظبط ببين ونحيي بيه الليله. ببين ايه يا عم ده؟ يا عم انت الواد ده مش مطمن له، ما تديلوش الامان في الكلام كده. انا مش سامع حاجه، ما تيجي نهجم يا عم. ما تقلقنيش اسمع، تلاقيه بيصورهم دلوقتي. طب ما تيجي نهجم يا عم. انا قلقان على الواد علي قوي. اسمع اسمع اسكت. كانت لحته فكره ايه؟ ما تيجي نهجم. يا لهوي ده انا طاير. طير يا عم طير فوق، بس اوعى فوق. ده انت مصيبه. وعلى الله تتعلم يا معلم. ده شكله جاي تايب وندمان. بقول لك ايه، انا ونور وواسين بعد كده تحت حمايتك. ماشي يا معلم، وزي ما دبستك هخلصك. ايوه طب ما تنورني يا عم. يا عم وانت عشان طويل القعده فاكر نفسك ابو جوره ولا ايه؟ هو انت دخلت الكنترول ده ازاي؟ يا ابني انا معايا نسخه من كل مفاتيح المكاتب. ده انت عالمي بقى وملبسها لنا لوحدنا. عشان تعرفوا مين هو شادي اكاديميه يا اولاد. العب يا معلم. انا كنت متاكد ان شادي ورا الولاد دول. زينهم روح جيبهولي. اوكي. بقولك ايه؟ خد فرد امن معاك. اوكي. يا ولاد اللعيبه. سوري يا ميس. مش شايفين الناس دي على طول؟ خمس ده ظلم. انا كده مش هدخل امتحان ولا هشارك في المؤتمر. ظلم ظلم. مسيطر انت ها؟ ولسه مسيطر. مسيطر على ايه؟ ادينا اترفدنا، دي ايام سودة يا عم. بلا امتحانات بلا وجع دماغ. اكيد في طريقه يا جماعه، ما هو لازم تلحق نفسك انت وجاد. بقول لك ايه يا شادي، كبر دماغك وما تزعلش نفسك، وتعالى نسهر النهارده سهره كده نروش فيها. اصلا بنت مغروره واخده في نفسها ماء. يا جماعه لا دي فضيحه، ملاك يستحيل تعمل كده. اكيد ده مقلب وعملوه فيها. اكيد حد عمل فيها. ما توصلش الوقاحه دي. تعملوا ايه؟ شفتي وريني. ايه ده ايه ده؟ نهار اسود. ايه ده يا نور؟ مال وشك قلب كده ليه؟ وريني كده. ايه ده وانت مصدق الهبل ده؟ ما صدقش ليه؟ انت مش شايف بعينيك؟ يا نهار اسود ومنيل، دي صورة ملك وعامله لي محترمه ومبينه جسمها. هو ده اصلا جسم ملك؟ وانت ايش عرفك بجسم ملك؟ شفته فين قبل كده؟ ايه يا نور انت اتجننت ولا ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انت هتضربني كمان؟ اه ما انت بلطجي يا اخي. ده يا عم ايه، انتوا هتضربوا بعض ولا ايه؟ لا اضربني ولا اضربه. السلام عليكم. ايه ده علي؟ ما انت مش شايف يا عم وسيم. انت هتضربني انا كمان؟ ايه ده؟ اكيد المايك دي من نور. ما اشوف بعت لي ايه. بلاش بلاش يا ملك تفتح الرسالة أرجوكي. بلاش بس 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 أصل مالك عامل كده ليه؟ حيتي بس ماشي. ملك اتفضلي يا دكتورة هالة. ملك تعالى دكتور. ولا يهمك كلام الناس، لا بيقدم ولا يأخر ولا يهمك. كلام الناس لا بيعشي ولا يفطر ولا يهمك ولا يهمك. الحمد لله على سلامتك يا ملوكة. إن شاء الله يكرهوك يا رب. كلنا عارفين إن دي مش صورتك. مش هقدر أرفع وشي قدام الناس بعد كده. يا ملك إحنا مش هنسكت، إحنا هنجيب لك حقك وهنرجع لك كرامتك قدام كل الناس. يعمل فيا كده. يا ملك اللي عمل العمله دي هيتجاب هيتجاب، فكبري دماغك بقى، مش معقوله يعني. انت الوحيده اللي كنت خايفه تصدقي الكلام ده.
انا يا ملك انت ليكي مكانه خاصه جدا عندي وعندنا كلنا. انا عايزاكي تشدي حيلك وتفوقي وترجعي لنا. امال فين نور؟ نور صدق حتى لو هي بريئة الناس هتقول ايه؟ محدش هينسى. ياه هي دي مشكلة؟ حتى لو كانت البنت مظلومة مش مهم، المهم الناس هتقول ايه؟ لازم الناس تكون مبسوط. ايه اللي انت عمال تعملهولي ده؟ طب اعمل ايه؟ ابعت لهم رسالة تانية اقول لهم دي ما كانتش صورتها، دي متفبركة؟ انا مش قادرة اصدق انت بتفكر زي اي حد. يا دكتورة ما انا بني ادم برضو وليه مشاعر. ومالك ايه؟ مش بني ادمة وعندها مشاعر وسمعة؟ عمري ما كنت اتخيل انك تصدق ان انا اللي في الصورة دي. عمري. يا مالك انت مش فاهمة، انا اكتر واحد كنت بتكلم. مش أنا... عايزة افهم حاجة ولا عايزة حتى اشوفك ولا اسمعك. انا زعلانة زعلانة قوي. انا كنت بحبك وانت فاكره انك بتحبني، لكن طلعت زيك لاي حد. احنا من النهارده زملاء في الجامعه وبس، ولا كان في بينا اي حاجه تانيه؟ خلاص خلصت. يعني هو كده خلاص؟ انا ماليش الحق ان انا ادافع عن نفسي. ده المجرم، المجرم بيدوله فرصه ان هو يدافع عن نفسه. انا مش هدافع عن نفسي. انت مش مجرم، انت انسان مش بتثق في حد ولا حتى فيا. كفايه سيبني في حالي، خليني في اللي انا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيا كده.
اكيد ما نضمنهاش لنمشي في سكه اخرتها ما نعرفهاش. لسه جوايا صورتها يا قلبي ما نسيتهاش، حلاوه روح بروح للي ما ريحناش. روحي بتعافر في حاجه خلاص ما تنفعناش، تعبت عبنا كتير يا قلبي وبرضه ما وصلناش. طب اشمعنى دي تفرق ايدي عن غيرها؟ ما تستغربش، رد عليا رد عليا تعرفها. خلاص انت تعرف ليه مليش غيرها، عشان انا وانت كل شوية كل شوية نوصفها. سمك مشوي طلع صح من المايه. بس بقى يا شادي لحسن بصراحة كده انت جريت لي. باسم ايه اللي جايبك هنا؟ وايه الشنط اللي في ايدك دي؟ دي ايه؟ انت اتخرست ولا ايه؟ مالك يالا مش على بعضك ليه؟ الشنط دي فيها ايه؟ دي حاجة جاد وهو اللي قال لي هاتها لي. لا افهم بقى، الشنط دي فيها حاجة واكيد مقلبني. وريني يالا. انا ماليش دعوة، الحاجات دي مش بتاعتي. اتكلم يا باسم احسن لك، رايح فين واخد حاجة جاد سرقة ليه؟ اوعى ايدك، انا ماليش دعوة. أكيد العيال دي وراها مصيبة. هنعرف دلوقتي. يا ابني الكلب، كل دي باسبورات وكرنيات مزورة الجد وبأسماء مختلفة. أنا لازم أبلغ علي ونور والعميد كمان. يا ما حذرتك يا شادي، بس أنت لما كنتش بتسمع كلامي. الو. ايوه يا جماعه. ايه بس شادي ظبطني على اخر لحظه وخد الشنطه. ايه خد الشنطه يعني ايه؟ الله يخرب بيتك، خدها منك ازاي؟ فجاه لقيت شادي وانجي في وشي وشك ان انا سارق حاجه، فرميت الشنطه وجريت وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. هو ده اللي ما كنتش عامل حسابه. ايوه شادي، بقول لك الشنطه اللي انت خدتها دي انا كنت بعت باسم ياخدها، الشنطه دي بتاعتي. وانت بقى كنت عايزها في ايه؟ وايه حكايه الباسبورات اللي فيها دي يا مان؟ ناوي تعمل بيها ايه بالظبط يا جاد؟ اعمل بيها ايه بس؟ انت فاهم غلط يا شادي. هات يا شادي. بقول لك ايه يا عم جاد، انت وقعت يا حبيبي، الباسبورات دي بكره هتروح للبوليس وهو اللي يتصرف معاك ويعرف انت مين. بوليس ايه بس؟ اسمع يا علي، انا عايزك تخلي الباسبورات معاك لحد بكره الصبح وانا هفهمك على كل حاجه. برافو عليكم انك جبتي لي حاجه البسها. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا ملك. طيب ايه يلا فاطمه، انا عايز اوريك حاجه جدا. اوكي ما يبوظ. يلا يا وسيم تيجي معانا. خليك هنا ملك، انا عايز اقولك على حاجه ونفسي تصدقيني. عايز تقولي ايه؟ عايز اقولك ان انا عايز اقول لك ان انا بحبك ونفسي ان انت تسامحيني. انا سامحاك بس بعد اللي حصل لي خلاني اتمسك بوجهة نظري اكتر، مش هقدر استحمل اي حاجه تاني تاني. متزعلش مني يا نور. أنا فاهم طبعاً أنتي تعبانة ولسه خارجة من المستشفى وكده، وده مش وقت أصلاً للكلام ده، بس ملك أنا هفضل أحبك وهفضل أحاول وأحاول وأحاول. أنا ممكن أكون فعلاً تعبانة،
صح؟ ممكن يكون زعلانة. أقول لك على حاجة أحسن؟ سيبها بظروفها. مش عارفة فاطمة ومريم راحوا فين؟ ما تيجي نروح نشوفهم. يا نهار اسود، انا كنت حاسس ان في حاجه غريبه من الاول. دي مصيبه يا جماعه، هنعمل ايه؟ انا اسف يا جماعه، مش عارف اقول لكم ايه. انا فعلا كنت فاكره صاحبي. بعد ايه يا عم شادي؟ بعد ما خربت ملطة هنعمل في الكارثه دي يا جماعه؟ لازم نلاقي حل، احنا كلنا في مركب واحده. لا بس انت يا شادي طلعت جدع وابن ناس، لولا ان انت بلغت لي محدش منك كان هيعرف خالص. جدع لو امسك في رجبته من الفرطوس ده. يا جماعه انا خايفه بجد ومرعوبه، انا مش عارفه الناس دي ممكن تعمل ايه. ما تخفيش طول ما انا جنبك، احنا مش عايزين نضيع وقت. احنا لازم نراقب الواد اللي اسمه جده كويس قوي. ده لو لقيناه اساسا ده زمانه هرب. الواد ده مش لوحده، اكيد وراه حد. انا زهقانه قوي، ما تيجي ندخل السينما؟ لا سينما ايه، انا لو عندي وقت اروح الجيم العب احسن. جيم ايه بقى؟ تيجي انت معايا؟ فكره جميله قوي بجد. جميله معلش يا جماعه بخرب بقى، عايزه انام. انتوا بتتلكعوا كده ليه؟ روح نام. روح هروح انام بقى وانتوا حضروني. بقولك ايه؟ انت قعدتي تقولي لي انا قلبي مقفول، انا جاي عشان اتعلم وادرس وبس واشيل المسؤوليه، وانا شايفه ان المسؤوليه كترت قوي مع نور. ما بلاش انت سيبي الكلام ده لحد غيرك. كمان ما تحشوش في اللي مالكيش فيه كده يا ميكا. ماشي. انا حشريه. ايوه حشريه قوي. عارفه لو اتكلمتي فاهم يا جدعان، احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده وما بنعملش حاجه؟ ولا لاقيين فاطمه ولا ملك؟ ما تحكي لنا يا بنت ايه اللي حصل. انا سبتهم بيتمشوا في الكوريدور، رحت الاوضه عشان انام، بالصدفه صحيت الساعه 4 ما لقيتش ملك جنبي، دورت عليه في اوضه فاطمه برده ما لقيتهمش. قولوا لي بقى يا جماعه هتعملوا ايه؟ اصلا يا جماعه الدكتور تليفوناته كلها مقفوله ومش هينفع نعمل اي حاجه من غير ما نرجع له. اهدوا بس يا جماعه، ان شاء الله مش هيحصل حاجه، كلها ساعتين والنهار هيطلع والدكتور رمزي هيفتح تليفونه وهو الوحيد اللي ممكن يساعدنا. يا رب نجيهم بقى يا رب، انا بجد بحبهم قوي، مش متخيله اي حاجه وحشه ممكن تحصل لهم. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ انت بتعمل كده ايه؟ ده شغلي. شغلك؟ شغل ايه ده اللي يخليك تخطف الناس وتبهدلهم من غير ما تفكر في احساسهم ومشاعرهم؟ اعصابهم ومشاعرهم اهو انتوا كده. شعب طول عمره بيفكر بقلبه، عشان كده اي حد معدي يقدر يعمل فيكوا اللي هو عايزه. اي حد يشوف اتنين بيحبوا بعض يقول ما بينهم جمله واحده بس، سهل قوي انه يفرق بينهم. انا عرفت انتوا مين. طول عمركم خاينين. هم مين الخاينين؟ انت تبع مين بالظبط؟ اسكت انت حبيبي، مالكش دعوه. مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ انا ما بتفقش مع حد على حاجه. يلا حيوان. ايه ده؟ بكره هتدفع ثمن اللي عملته ده. بكره؟ مفيش بكره لحد فيكوا يا حبيبتي. بكره المؤتمر كله هيفجر وانتوا محدش فيكوا هيخرج من هنا عايش. ايوه علي. ايه جاي؟ فاطمه وملك عندي. نعم. انت لو لمست مش عايز كلام كتير، تجيب الشنطه تاخد البنتين من غير ما تكلم البوليس يا حبيبي. ها ده لو عايز تشوفهم تاني. بقول لك ايه، انت فين؟ لما تبقى معاك الشنطه بقى كلمني. بسم الله. نفتتح المؤتمر الاعلامي العربي الافريقي 17 بمشاركه العديد من الدول الصديقه والشقيقه، وذلك إيمانا منا
بضرورة أهمية الإعلام في حياتنا ومن أجل تطور وازدهار الصورة الإعلامية باستمرار. عندنا موضوعات كثيرة في ورقة عمل المؤتمر، وعلينا مواجهة الأزمة الاقتصادية والعالمية في وجود العديد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية حتى ننهض بالأمة، وهذه ليست بشعارات بل واجب وضرورة. زمان دلوقتي الفرسان الثلاثة جايين ينقذوا الأمرتين الحلوين من الأسر، بس هما بقى ما يعرفوش السحر الشرير مجهز لهم ايه. هلا حد دور هنا، مفيش حد. ايه ده؟ ايه يا جاد؟ انت اتجننت؟ هات الشنطة سيبهم واديها لك. انت ما تتكلمش، انت تنفذ وبس. خد جاد، تهيألي البنات مالهمش دعوه بالموضوع ده. انت لو قربت لفاطمه انا هقتلك، وانا هولع فيك وانت حي. خلاص اتجمعتوا دلوقتي وبقيتوا حبايب؟ ده انا من ساعه ما عرفتكم وانتوا بتقطعوا في بعض. جاد هيفجر المؤتمر. كلم دكتور هلا ودكتور عقبي. عوام عوام يا وسيم ما بيردش. يلا بينا يا شادي نلحق الكارثة دي قبل ما تحصل. كلم ابعتني باسم دلوقتي حالا بسرعة. روح قلت وانا
الو عمليات عمليات جاري يا فندم ابطال مفعول القنبله.